السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، نروح مباشرة لحل نص تضامن والسلم في اللغة العربية سنة تالتة من التعليم المتوسط. نروحوا إلى الصفحة 66 إلى نص التضامن والسلم. إذن ها هو النص أمامكم. إذن نعطيكم مباشرة الفكرة العامة والأفكار الجزئية. أوكي، إذن نبدأ على بركة الله. دونك نكتبوا التضامن والسلم. التضامن و السلم صفحة 66. نديرو الفكرة العامة من بعد نروحو نجاوبو على الأسئلة. نديرو الفكرة العامة والأفكار الجزئية. إذن الفكرة العامة هي تعريف الكاتب التكافل الاجتماعي وذكره أشكال التضامن نقطعنا في الإسلام، أو فكرة أخرى الأسس التي يقوم عليها التضامن الاجتماعي. أما الأفكار الأساسية فتتمثل في فكرتين: الأولى التضامن في الإسلام خاص بكافة الناس باختلاف أجناسهم وأديانهم ولغاتهم وألوانهم، والثانية تتكم اختيارين. الأولى أهم وأبرز أنواع التضامن: الإصلاح التكافل الاقتصادي والعمل التطوعي، أو الإصلاح التكافل الاقتصادي والعمل التطوعي من أهم وجوه التضامن. أما القيمة التربوية أو المغزى العام، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن سورة المائدة أخذنا منها الآية رقم 2. نروحوا للأسئلة رقم مش مشكل. إذن نروحوا للأسئلة للصفحة الموالية 67. صفحة 67 إذن اقرأ النص قراءة صامتة وأجب عن الأسئلة الآتية. أولا، نظرة الإسلام للتضامن واسعة، وضح ذلك من النص. إذن صحيح أن نظرة الإسلام للتضامن واسعة، فالإسلام يدعو إلى التضامن مع كافة الناس باختلاف أجناسهم وأديانهم ولغاتهم وألوانهم فيما جاء في النص. إذن نكتب الجواب. الإجابة على الأسئلة. الإجابة هي نظرة الإسلام للتضامن واسعة، فالإسلام يدعو إلى التضامن مع كافة الناس باختلاف أجناسهم وأديانهم ولغاتهم و ألوانهم. نروح لسؤال ثاني. ذكر الكاتب أنواع من التضامن أبرزها مع أو إبرزها مع إعطاء مثال من عندك لكل نوع. أكيد ذكر الكاتب عدة أنواع من التضامن، نسجلها الآن. الإجابة على السؤال الثاني: إذن ذكر الكاتب أنواع من التضامن، ومن أهمها التضامن الاقتصادي أي مساعدة المحتاجين والمنكوبين ماديا، الإصلاح ذات البين أي الصلح بين متخاصمين، التكافل الاقتصادي أي المساعدة المالية للمنكوبين، التكافل الاجتماعي أي الأعمال الخيرية كالتبرعات والتطوع لفعل الخير. ثالثا، أعد صياغة العبارة الآتية باستعمال فعل أمر وغير ما يجب تغييره. اعتبرنا
التكافل الاقتصادي من أهم وجوه التضامن. إذن العبارة في صيغة الأمر اعتبر التكافل الاقتصادي من أهم وجوه التضامن. رابعا، وظف اسم فعل ماضي في العبارة. تشجيع المنكوبين من الحرب على تجاوز أزمتهم في مجتمع أفراد أنانيون. رابعا، إذن توظيف الاسم فعل ماضي هو هيهات. نقول الجملة: هيهات أن يتجاوز المنكوبين في الحرب أزمتهم في مجتمع أفراده أنانيون. خامسا، هات صيغة المبالغة من الفعل في يأخذ التكافل الاجتماعي مأخذ العمل التطوعي. إذن صيغة المبالغة، إذن الفعل يأخذ صيغة المبالغة هو أخذ على وزن فعال. إذن هكذا نكون قد أنهينا الإجابة على الأسئلة نص التضامن والسلم صفحة 66 و67. إلى حل آخر إن شاء الله في المرة القادمة. أنتج وأقوم إنتاجي، انتظرونا في الفيديو القادم. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا اللايك والإعجاب بالفيديو. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.